الآن المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عبر الهاتف تيسير محيسن، أهلا بك معنا. إذن الاحتلال الإسرائيلي، جيش الاحتلال يستهدف منذ قليل مركز إيواء تابع للأونروا، ماذا تعلقون؟ ما هو تعليقكم على هذا؟ وما هي الأرقام التي سجلت فعلا حتى اللحظة من مخيم النصيرات؟ نعم، هي مجزرة جديدة تضاف إلى مسلسل المجازر الذي تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي على مدى 9 شهور فائتة بحق المدنيين في قطاع غزة. عشرات المجازر بل مئات المجازر التي راح ضحيتها الآلاف المؤلفة، حيث بلغ حتى هذه اللحظة من هم ارتقوا ومن هم مفقودون من الشهداء أكثر من 45,000 مواطن فلسطيني في هذه الحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل. استهداف مدارس الأونروا ليس جديدا على دولة الاحتلال الإسرائيلي وعلى إجرام جيش هذا الاحتلال. سبق وأن استهدفت مدارس عديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، واستهدفت مقرات للوكالة، واستهدفت مراكز صحية ومستشفيات وغير ذلك، وكل ذلك يندرج تحت بند انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يحظر على الدول في حالة الصراعات أن تمس مثل هذه المؤسسات الخدماتية. الكل يعلم أن المدارس في قطاع غزة تحولت إلى مراكز إيواء يأوي إليها آلاف النازحين الذين فقدوا بيوتهم ولجأوا إليها من أجل أن يحتموا بها، لكنها لم تكن يعني بعيدة عن الاستهدافات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. اليوم هذه المجزرة هي تضاف إلى أكثر من 3 مجازر اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الفائتة. الأرقام الأولية التي أرسلت لنا تتجاوز 15 شهيدا حتى هذه اللحظة، لكن لا زال هناك جثث لم تستطع فرق الإنقاذ أن تصل إليها لتوصلها إلى المشافي لتدخل ضمن أرقام من هم ارتقوا خلال هذه المجزرة، كما أن أعداد الجرحى يعني بالعشرات إن لم يصل إلى المئات حتى هذه اللحظة. لا يوجد لدينا رقم دقيق على اعتبار أن العمليات لا زالت قائمة من قبل فرق الإنقاذ والمسعفين وغيرهم من الذين يعني هبوا لإنقاذ وإجلاء هؤلاء الجرحى في هذه المدرسة المكتظة حقيقة باللاجئين والنازحين إليها في منطقة النصيرات. منطقة النصيرات هي منطقة من المناطق الأكثر اكتظاظا في قطاع غزة، ونذكر هنا أن المجزرة التي اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما تسلل لاستعادة بعض أسراه في منطقة النصيرات، كيف أنه أوقع مئات الشهداء والجرحى هذه العملية السابقة في منطقة النصيرات. هذه المنطقة التي يعني كما كل مناطق قطاع غزة كانت محطة للاستهدافات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي يقول بشكل عملي اليوم للعالم أنه لا يتورع عن القتل، وأن سياسته الآن هي القتل ثم القتل ثم القتل. والكل شاهد كيف أن قادة إجرام دولة الاحتلال الإسرائيلي، القادة المجرمون في دولة الاحتلال الإسرائيلي يكررون تباعا عبر تصريحاتهم المختلفة أنهم عازمون على التدمير والقتل الكامل للفلسطينيين، ليس في قطاع غزة فقط بل أيضا في كل مكان يتواجدون فيه. وأنتم ترون ما الذي يحصل أيضا في الضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه. قطاع غزة يعني اليوم يمثل حالة فريدة من مآسي التاريخ الذي شهدها العالم على مدى قرون مضت. اليوم يسطر قطاع غزة مأساة جديدة تسجل عبر هذا التاريخ المأساوي من قبل دولة تدعي وتروج لوجهها أنه وجه حسن، لكنها أثبتت بالدليل القاطع على مدى هذه الشهور الفائتة أنها وجه قبيح، وجه لابد أن يزول عن الوجود، وأن العالم عليه إذا كان يتمتع بشيء من الإنسانية أن
يقف وقفة رجل واحد أمام هذه الغطرسة وهذه الانجاهية التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين فيها وقادة الاستكبار والنزية فيها أمثال بنيامين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وغيرهم من غلاة المتطرفين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنهم يعني قادوا هذه الدولة لتكون دولة إرهاب منظم حقيقة، دولة قتل مروع للمدنيين والآمنين في بيوتهم. هذه المجزرة هي واحدة من المجازر المستمرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعالم لا زال حتى هذه اللحظة مع كل الأسف يعني يتفرج ولا يحرك ساكنا ولا يقوم بخطوة عملياتية حقيقية للجم هذا الاحتلال الإسرائيلي وكف يديه عن الإغال بدماء الشعب الفلسطيني وأبريائه كما حصل اليوم في هذه المجزرة. نعم، نتحدث عن أزمات كبيرة وعديدة في قطاع غزة، ربما من أهمها الآن أزمة الوقود التي تنسحب على قطاعات عدة في قطاع غزة. كيف تتعاملون مع خاصة فيما يخص المستشفيات التي بقي عدد قليل منها يعمل الآن؟ يعني للمفارقة أختي الكريمة، يعني مستشفى شهداء الأقصى وهو الذي يقع في المنطقة الوسطى في دير البلح والقريبة من منطقة النصيرات التي جرت فيها هذه المجزرة اليوم، أعتقد أنهم قد يعني طالبوا وناشدوا وحذروا المجتمع الدولي بأن من أن هذا المستشفى سيتوقف يعني قاب قوسين أو أدنى في أي لحظة من اللحظات، لأنه يفتقد إلى إمكانيات أن يتوفر لديه وقود كافي لتشغيل المولدات التي يعمل عليها هذا المستشفى. هم أوقفوا مولدا واحدا من المولدات التي تعمل، وهما اثنان فقط، ويعملون على مولد احتياطي واحد، وهو لا يكفي لتشغيل هذا المستشفى في الأوضاع الطبيعية، فما بالك عندما يصل إليه هذا العدد الكبير من الجرحى والمصابين جراء هذه الاستهدافات المتواصلة، حيث يلجأ الناس من هذه المناطق. لا يوجد مستشفى كبير في منطقة النصيرات، المستشفى الكبير الذي يمكن أن يتلقى أعداد كبيرة من الجرحى هو مستشفى شهداء الأقصى في منطقة الوسطى، وهو يمثل يعني مستشفى يستطيع أن يقدم خدماته لهذا الكم لا إذا كان عمل بطاقته الكاملة. نعم. لكن في ظل هذه الظروف مع كل أسف فإنه سيكون عاجزا عن أن يقوم بواجبه يعني في مداوات ومعالجة هؤلاء الجرحى الكثر ومتابعة شؤونهم الصحية بالكامل. هذا ينسحب أيضا على كل مشافي قطاع غزة التي تعاني، من شمال قطاع غزة الأندونيسي وكما العدوان، مرورا بقطاع غزة المجمع الشفاء الطبي وغيرها بالمستشفيات، وصولا إلى الوسطى ومجمع نصر الطبي في خان يونس، وصولا إلى رفح التي تعاني أيضا الأمرين جراء استمرار العملية العسكرية الواسعة في مدينة رفح، والتي لا زالت يعني تستهدف كل شيء في مدينة رفح، وتقوم جودة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها بتدمير ممنهج لكل مكونات. نعم. الحياة في مدينة رفح. نعم، أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تيسير محسن، كنت معنا من غزة عبر